فالحقيقة المجتمع كله يسأل أين الشركات، أين البنوك، أين المؤسسات التي الحمد لله خيرها من هذا الوطن لا نجدها الحقيقة في هذه الأعمال التطوعية والخيرية، إلا ما ندر الحقيقة لا نظلمهم، فيه كثير من التواجد للبعض، لكن أقصد قليل من التواجد للبعض، لكن الكثير منهم غائب. إذا كان الخلل من منا أو من المسؤولين عن مثل هذه السباقات يجب تعديله، وإذا كان هم لا يرون أهمية أو لا يرون أن منتجاتهم أو 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 يعني زبائنهم لا يهتمون مثل هذه الألعاب، فهذا الحقيقة خطأ كبير. كل العالم الذين يعني مميزين في المجالات الاقتصادية وأكبر البنوك في العالم وأكبر الشركات العظمى في العالم كلها ترعى سواء سباقات سيارات أو غيرها من الرياضات. فالحقيقة أنا أقول اليوم هو سؤال المجتمع يوجه للشركات، أين أنتم وأين الخلل؟ بالنسبة لنا إحنا مستعدين للتعاون لأقصى مدى، وجميع الإجراءات في الرئاسة العامة سواء من إنشاء إدارة خاصة بالاستثمار والخصخصة أو من خلال الدراسات الموجودة على مستوى الأندية وجميع الجهات الرياضية كلها تفتح أبوابها ومستعدة لاستقبال جميع المستثمرين. إن شاء الله هناك في القريب العاجل مؤتمر سيضم جميع الشركات الكبرى في المملكة أيضا حتى من خارج المملكة لكي نعيد صياغة التواصل والرعاية بين الشركات والأنشطة الرياضية إن شاء الله. شكرا.